يعني انا قديش صرت اكل شرحات؟ اكل بلاوي مثل هالشرحات ما دقت ابدا. ليش الشرحات اللي انا بعملها مو طيبه؟ لا طبعا طيبه حبيبتي، بس هي طريقه وطريقتك طريقه. شو بك يا عليا؟ ما اكلتي جوانح؟ يسلموا ايديكي، اكلت صح. وهنا ما بكون عزيمه يا جماعه؟ ها طبعا بتعرفوا كل شيء على الطاوله لازم يمسح مسح فعلا. ولا يهمك، ما بدنا توصاي لك منا انه نمسح لك صحون مسح وما نخلي لك ولا لقمه باي صحن. قلب صحه وهنا يا رب. على قلبي حبيبتي ميساء، يا ريت تخففي اكل بطاطا شوي مشان الرجيم. مالك ملاحظه على حالك شلون سمناني شوي؟ انت التهي باكلك وما عليك بالرجيم تبعي. بس انت قلتي لي ساعدني منبهني لما باكل نشويات. اسكت هلا اسكت. ايه بس الرجيم اذا ما كان خلصنا بقى غيرنا السيره. بسم الله الرحمن الرحيم. شو صار لك؟ خذ خذ اشرب مي. خذ. لا حول الله. اشرب مي مشان تحكي على ظهره. لا 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 معلش 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 حبيبي، شردقه خفيفه مشي الحال دائما يا جماعه. بس علاء ما كملت اكلك. لا صدقوني يا جماعه شبعت، يعني معقول قوم عن صفره وانا جوعان؟ لا تخافوا علي، هو هيك صاير اكله قليل. تفضلوا تفضلوا يا جماعه كملوا ولو. اهلا وسهلا. مو معقول هيك يا ميساء، مو معقول ابدا. شو هذا اللي مو معقول؟ الشيء اللي عملتيه معي بالسهره. يوم ليش شو عملت لك لا سمح الله؟ لك يعني معقوله ما تعرفي حالك شو عملتي؟ هلا فهمني شو قصتك يا ميساء. انت طريقتك بالحكي معي قدام الناس مو ظريفه منوب، يعني صايره عم تدجيلي كل كلمه هالقد قد قدام العالم، ما عم تحترميني ابدا. يعني بصراحه شخصيتي صارت مهزوزه قدام الشله وكلهم صايرين عم يتغامزوا علي لما بتحكي معي شي كلمه او لما بتوجهي لي شي ملاحظه. مو حلوه بحقي شو الحكيات، مو حلوه منوب. انا هيك عم بعمل؟ ايه طبعا، كل ما بحكي كلمه بتطلعي لي سنجق عرض مثل حمصة الكي، كل ما بدي اقول رأي بتسفهي لي اياه فورا، بتسخفيني، واذا بدك تحاكيني بتحاكيني متوتره هيك وعصبيه ومن روس مناخيرك مثل الامبراطوره قال او الملكه. انا هيك عم بعمل؟ اي طبعا. لكن معقوله معقوله تقليلي التهي باكلك وما عليك مني وتسكتيني مثل ولد صغير قدام الجماعه؟ صدقيني قلبت على نصي قدام رفقاتنا وصرت قد الكبايه وتمنيت الارض تنشق وتبلعني. يبعت لي حمى على هالفصل. آسفة كتير حبيبي، آسفة علاء، صدقني مو بقصدي. قال مو بقصدك؟ قال بقصد مين لكان؟ علاء أنت صرت تعرف طبعي، يعني أنا هيك طريقتي بالحكي، دائما نبرة صوتي عالية وحدة، صدقني مو بإيدي، شو أعمل؟ يا ستي صدقنا وآمنا، بس ليش نبرة صوتك ما بتكون هيك لما بتحكي مع غيري؟ لأني بكون عم جامل، أما معك بكون على طبيعتي وباخذ راحتي. ايه على عيني بس مو لهالدرجة، الله وكيلك صرت مضحكة قدام العالم. خلاص حبيبي قلت لك آسفة. آسفة؟ وبعد شو؟ لك شو بينفعني أسفك هلا؟ خلاص الجماعة كونوا عني فكرة مو منيحة وانتهت القصة. أكيد هلا بيكونوا عم يتصوروني هيك قاعد معك مثل ما بيقعد الصبي مع أستاذه وما عم بسترجي افتح تمي بكلمة. ومستحيل يعرفوا انك هلا عم تعتذري مني وتتاسفي، مستحيل شو الحكي. طيب ولا يهمك، شو رايك بكره احكي قدام عليا ورانيا اني انا اعتذرت منك وتاسفت لك؟ ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال حبيبتي منو. ليش؟ لانه هالموضوع بالذات بده فعل ما بده كلام. كيف يعني؟ يعني انت مستعده تصلحي غلطك ولا عم تجامليني هيك مجامله؟ شو هالحكي علاء؟ أنا مستعدة أعمل أي شيء بيرضيك، يعني أنا كمان بصراحة ما بيهون علي تطلع صورتك مهزوزة قدام الناس، كيف ما كان أنت جوزي وأبو ولادي. عظيم كتير، معناها ما في غير طريقة واحدة لتصليح الوضع. شو هي؟ منستنى للسهرة الجاية ببيت عرفان ورانيا، وهنيك منقلب الأدوار بيناتنا. ما فهمت عليك. يعني منعمل تمثيلية صغيرة قدامهم، مثلاً انت بتحكي لك شي كلمه بارده بقوم انا برد عليكي وبفرض شخصيتي قدامهم وبعيط عليكي شوي. ايه بس كمان انا مو حلوه تنهز شخصيتي قدام النسوان. معلش روحي لازم تضحي شوي من شاني، بعدين هي غلطتك وانت المسؤوله عن تصليحها. ماشي الحال قبلانه، بس على شرط. شو هو؟ لا تنبحت قدام الجماعه وتاخذ راحتك. ايوه يعني بتدجلي كلمه كلمتين وصلى الله وبارك.
إيه طبعا حبيبتي، طبعا شو فكرك لك؟ يعني انا ما برضى لك اياها تتبهدلي ولو يا روحي. لا لا ولا يهمك. ان شاء الله عجبكم الجاتو. رائع، الله يسلمك دياب. يا سلام، وعياراتهم كثير زابطه. رانيا ذكريني اخذ منك العيارات. تكرم عينك. شو استاذ علاء، ما اعطيتنا رايك؟ رايي واضح، طالما صرت اكل ثلاث قطع على حد هلا معناها الجاتو عجبني كثير. ايه هيك ها، هذا اسمه جاتو، مو مثل الجاتو اللي بتعمله ميساء. ليش انا ما بعرف اعمل جاتو؟ لا ستي ما بتعرفي، نسيتي كم مره احترق معك قالب الجاتو؟ انا بذكرك اكثر من 10 مرات احترق معك، ورغم هيك لساتك مصره تعملي جاتو. إيه بسيطه بسيطه استاذ علاء، اكيد مو بقصدها. طبعا مو بقصدي، كل مرة بسها عنه شوي بيقوم بيحترق. ايه معلوم بدك تسهي عنه، لانك يا اما بتلتهي بالتلفزيون يا اما بالحكي على التليفون. انا شبك استاذ علاء، حاطط على مرتك فرت حطة، شو القصة؟ ما في لا قصة ولا فصة، بس ميساء بتعمل حالها انها ست بيت وهي مو هيك ابدا. الله وكيلكم يا جماعة، انا الله وكيلكم، اكلها مشلعص جلعصة، والرز بيطلع معها مرزرز، والشوربة ملدوعة، اي نعم ملدوعة، واللبن شايط ونايط، والخضرة يا اما بتطلع عجرة وقاسية يا اما دايبة بقلب الطنجرة. علاء زودت كثيرها. ما زودت ولا شيء، خليهم يعرفوك على حقيقتك. ليش خجلانة بحالك كل هالقد؟ ليش حقيقتي؟ اي نعم لازم يعرفوا انك مو ست بيت ابدا، وانك كثيرة حكي ومهملة وعصبية لحد الجنان. انا اي انت لكان انا. لك إذا بدنا نطلع مشوار بتضلي ساعة مقابل المراية، ويا ويلي ويا سواد ليلي إذا استعجلتك شوي. مشتهي يوم يوم نوصل على موعدنا، يعني صار التأخير من الفلكلور تبعنا. وإذا استقبلتني شي ضيف البيت وما كنت عاطيكي خبر، بتفتحي الباجوق، الباجوق بينفتح على الآخر وبساعتين ما بيعود بيتسكر. إذا اشتريت لي شي غرض وما اشتريت لك، ما بعود بخلص من لسانك شهر زمان. نسيتي قصة جاكيت الجلد ولا قصة بوت الرياضة؟ نسيتي؟ هلا الضبضب بلا ما شرشحك قدام العالم. ها انت بدك تشرشحيني قدام العالم؟ عم اقول لك اكساب حالك. لك طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، مو حلوة. شو صار لكم؟ ما بدي طول بالي، انا بدي احط حد لكل شيء. خذ لكان بس الحق مو عليك، الحق على الجبل اللي جيت تسهر معك. انت من زمان لازم ينحط لك حد. طولوا بالك ميساء. وين رايحة؟ بس وينك؟ عمل حسابك اليوم مالك رجع على البيت بنوب، وإذا رجلك بتخطي عتبة البيت لا أكسرها وحملك ياها، فهمت؟ لك لك أنت لك يا جماعة يا جماعة صدقوني مو هيك كان الاتفاق. تمثيلية لم تتم.